أحمدك ربي وأستعينه، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. أيها السادة والسيدات، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الرؤية الحرفية للنصوص، وأن هناك فئة من الناس تقف عند ظاهر النص وتقف عند حرفية النص دون أن تلتفت إلى مقصد هذا النص، ودون أن تلتفت إلى الحكم والأهداف والغايات التي تكمن من وراء هذا النص، وأن هذه الرؤية رؤية لها علامات. قلنا من علاماتها تشدد والتزمت والتمسك بالرأي الواحد ورمي المخالفين في بعض الأحيان بالكفر والاعتداد بنفسها وسوء الفهم والوقوف عند حرفية النص. ينتج من ذلك كله ثمرات أنا أطلق عليها بأنها الثمرات المرة لهذه الرؤية. تعالوا ننظر في الأحكام التي ينشرها هؤلاء كل وقت وكل حين بين الناس، مما يسبب في كثير من الأحيان الفتن والبلبلة في عقول الناس. نحن في كل عام في شهر رمضان الكريم، في آخر رمضان وقد اقترب أن يدخل علينا، ونسأل الله أن يدخل علينا باليمن والبركة والخير، وأن يرفع الله البلاء عنا وعن الإنسانية جميعا. في كل عام في آخر رمضان نجد أن بعض هؤلاء يحدث فتنة في الناس ويحدث بلبلة في الناس بأن القيمة في صدقة الفطر لا تجوز، بل لا بد من الأطعمة التي جاءت في النص النبوي الكريم. بمعنى نحن في صدقة الفطر، في زكاة الفطر، نحن نخرج نقودا، تخرج 10 جنيهات 20 جنيها حسبما نحدد القيمة التي يحددها فقهاء الشريعة الإسلامية. تجد هؤلاء يقولون لا يمكن القيمة، المال لا يجزئ، لابد من إخراج الأطعمة، لابد من إخراج الحبوب، لابد من إخراج التمر، لابد من إخراج كذا وكذا وكذا من الأطعمة التي جاءت في النص النبوي الشريف، غير عابئين أن المتصدق أيسر له أن يدفع النقود، وأن الآخذ أنفع له أن يأخذ النقود. لنفرض مثلا أن رجلا يريد إخراج صدقة الفطر، أنت تكلفه أن يذهب ويأتي بالقمح، وقد يكون في هذا حرج ومشقة على المتصدق، ثم قد يكون الآخذ لا ينتفع بالقمح أو لا ينتفع بالتمر، هو يريد جزءا من المال لكي يشتري ملابس العيد لأولاده، أو لكي يأتي بطعام لأولاده، أو كي يأتي بأشياء ضرورية ربما يحتاج أن يأتي بعلاج لأولاده، فالأنفع للفقير أن يأخذ المال، والأيسر للمتصدق أن يدفع المال. ونحن ينبغي أن نتفق على أن الشريعة الإسلامية كما قلنا في الحلقة الماضية مبناها على اليسر ومبناها على رفع الحرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. إذن نبني الأمور على التيسير. ما هو الأنفع للفقير؟ أن يأخذ المال لكي يتحرك
حركة متسعة، يشتري ملابس، يشتري أطعمة، يشتري أدوية، يتصرف حسب ما تلح حاجته الضرورية عليه وعلى أسرته. أما أنت عندما تعطيه حبوبا أو تعطيه تمرا، قد يكون هو في غير حاجة إلى هذه الحبوب وإلى هذا التمر. ولنفرض أن القاهرة فيها 20 مليون، 15 مليون مثلا يخرجون زكاة الفطر من الحبوب، من أين يأتي 15 مليون بالحبوب؟ ومن أين يأتوا بالتمور؟ وماذا ينتفع بها الناس؟ وقد رأينا من المآسي الكثير والكثير في المجتمع من هذا الفقه الحرفي. وجدنا أن بعض الناس يأتي بالحبوب ويأتي بالقمح ثم لا يجد فقراء يأخذونه ولا يلتفتون إليه، ومن ثم لا تحدث الحكمة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النقطة الأولى أن القيمة المالية هي أنفع للآخذ وأنها أيسر للمتصدق. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، فقال لنا كما جاء في الحديث: أغنوهم في ذلك اليوم، يعني في يوم العيد، عن ذل السؤال. ولا ريب أن الإغناء للفقير كما يتحقق بالطعام يتحقق بالمال. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحكمة: أغنوهم في ذلك اليوم عن ذل السؤال، يعني أنت تغني الفقير في يوم العيد عن ذل السؤال، فأنت تعطيه قيمة مالية، هذه القيمة المالية تغنيه عن ذل السؤال. فالإغناء عن ذل السؤال كما يتحقق بالطعام يتحقق كذلك بالمال. أما اتكاؤهم واستنادهم على أن الأطعمة نص، النبي عليه الصلاة والسلام نص على الأطعمة، نقول صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الواقع المعيش، يراعي البيئة. البيئة آنذاك لم تكن النقود منتشرة فيما بينهم، أكثر التعاملات كانت فيما بينهم كانت بالأطعمة، لذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج زكاة الفطر أو صدقة الفطر من الأطعمة. كما أننا نقرأ في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل البادية في إخراج الأقط، الأقط اللي هو اللبن خالي الدسم أو اللبن المجفف، رخص لأهل البادية لأن ذلك كان متيسرا لديهم. والاعتراض على النقود مردود عليه بأنها كما قلت كانت غير ميسرة آنذاك، فضلا عن أن بيوعات البيئة كانت على المقايدات وعلى المعاوضات في الأطعمة، هذا عنده قمح يعطي ذاك، وذاك عنده تمر يعطي هذا إلى آخره. ثم كما قلت الحكمة في مشروعية صدقة الفطر تتجلى في أمرين اثنين: فائدة تعود على المتصدق، وفائدة أخرى تعود على الآخذ. أما الفائدة التي تعود على المتصدق فهي كما جاء في الحديث الشريف: طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو. والفائدة التي تعود على الآخذ الإغناء عن ذل السؤال، وقد قلنا بأن الإغناء عن ذل السؤال كما يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالأطعمة يتحقق كذلك بالقيمة. نأتي إلى مثال آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هؤلاء الحرفيون يقفون في نظافة الفم عند قضية السواك فقط، بأنه هو الذي ينبغي
دون ما سواه. لماذا؟ يقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نحن نبحث في الحكمة والهدف من مشروعية السواك، ماذا كان يقصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شرع أمر السواك؟ لا ريب باتفاق بيننا وبين الحرفيين أنه صلى الله عليه وسلم كان مقصوده النظافة، نظافة الفم، وربما كانت هذه الآلة المتوفرة أو المستعملة آنذاك فأمر صلى الله عليه وسلم بها. لكن إذا تحقق هذا القصد بأي طريقة كانت مما يقررها الأطباء وعلماء الأدوية بأنها تقوم على نظافة الفم فلا ريب أنها مقصود. يعني أنت إذا نظفت الفم بالسواك أو نظفت الفم بفرشة الأسنان أو بأي أداة أخرى قررها أهل الطب وأهل الدواء لا ريب أنها مقصودة، لأن الأمر المقصد منه هو نظافة الفم. لكن الحبل الذي يتمسك به هؤلاء أنهم يقولون لك بأنكم بذلك تعطلون النصوص، أنتم تعطلون إخراج القيمة في زكاة الفطر، وأنتم تعطلون قضية السواك، وأنتم تعطلون النصوص الشرعية. لا يا أخي، نحن لا نعطل النصوص. يعني لم يقل فقيه من الفقهاء بأن إخراج الطعام لا يجزي. متى نعطل النص؟ لو أن فقيها من الفقهاء قال بأن إخراج الأطعمة لا تجزي، لكن الفقهاء يقول إخراج الأطعمة يجوز وإخراج القيمة في الزكاة يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة. فأبو حنيفة رضي الله عنه هو الذي أجاز إخراج القيمة في صدقة الفطر، وهذا الرجل كأنه كان يستشف الغيب من ستر رقيق، وكذلك أجاز إخراج القيمة في زكاة الفطر الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهذا مذهب البخاري ومذهب كثير من العلماء، وهذا ما يقتضيه الواقع المعيش. نقول كذلك نحن لا نمنع السواك، حتى لا يقال بأننا نلغي النص، بل نحن نقول استعمال السواك جائز كما أن استعمال غيره من فرشة الأسنان أو إلى آخره أيضا أمر جائز، لأن المقصود من هذا كله النظافة كما قل. العجب أن هؤلاء الذين يقفون عند حرفية النصوص من أغرب ما نقرأ لهم أنهم يعني يزعمون بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة، وهذا كلام الظاهرية من قديم ويتمسك به بعضهم الآن. وقد يعني اتفق العلماء وأنفقت الأقلام مدادا كثيرة في الرد عليهم على أنها منهم على مرمى الحجر كما يقول. فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وعبر الله عز وجل بالأموال لأن كل عروض التجارة تتقوم بالمال. وخذ من أموالهم هذا أمر عام لم يأتي له مخصص في الشريعة الإسلامية. وقس على ذلك الكثير والكثير، حتى بعضهم يقول تصوير الفوتوغرافي حرام، بعضهم يقول استعمال غير السواك لا يجوز، يقولون بأنه لابد أن تخرج الزكاة من الحبوب في صدقة الفطر في رمضان، بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة، وذلك وذلك من الكثير والكثير والكثير من الثمرات المرة لهذه المدرسة الحرفية. وقد ذكر الكتاب الفهم المقاصد للسنة قضية السواك وقضية زكاة الفطر وبعض القضايا الأخرى.
هناك رؤية ثانية. الرؤية الثانية هذه نازعوا الرؤية الأولى، يعني الرؤية الثانية على عكس أو على نقيض الرؤية الأولى. الرؤية الأولى كما قلنا رؤية لا تلتفت إلى مقاصد الشر ولا تلتفت إلى أسرار الشريعة ولا تلتفت إلى حكمة الشريعة. الرؤية الثانية نزعوا أجنحة النصوص أو منعوا النصوص من التحليق. الرؤية الثانية الوقوف عند مقصد الشريعة فقط دون الالتفات إلى الأحكام. وتتبلور هذه الرؤية في مدابرة النصوص التماسا لما يرونه هم من مصالح الناس. يعني هناك اتجاه بأننا لا نلتفت إلى الأحكام التشريعية ولا نلتفت إلى النصوص القرآنية ولا النصوص النبوية، بل علينا أن نبحث عن مقاصد وعن مصالح الناس. بل بعضهم يقول بأنه إذا تحقق المقصد نلغي النص، كما ضربت في الحلقة السابقة مثالا بقضية الصلاة. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهؤلاء يقولون إذا انتهى الإنسان عن ارتكاب المنكرات وعن ارتكاب الفواحش فما الداعي إلى الصلاة. هذا فريق يريد أن يدابر النصوص وأن يطرح النصوص جانبا وأن يتمسك بالمقصد، وهناك أسماء معروفة تتبنى هذا الفكر لا داعي إلى ذكرها الآن. المهم أن هذه الرؤية تريد أن تلغي النص وأن تتعامل مع المصالح والمقاصد. فمثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله عز وجل في قضية العصبة: إذا مات الرجل وترك ابنا وبنتا فإن البنت تأخذ نصف أخيها أو الأخ يأخذ ضعف أخته، لحكم معلومة ومعروفة من التشريع الإسلامي. لكن هؤلاء يريدون أن يلغوا هذا النص وأن يتعاملوا مع المقصد، وأن البنت مثل الولد لابد أن تأخذ مثل الذكر في قضية الميراث. المهم أن هؤلاء عندما يدابرون النصوص ويتركون النصوص جانبا ويتمسكون بالمقصد وبمصالح الناس، ليتهم يتمسكون بمصالح الناس التي حددها رب الناس. إنما هؤلاء يتوهمون أشياء في أذهانهم يظنونها أنها مصالح ويريدون فرضها على الناس على أنها هي المصلحة التي ينبغي أن تتبع. على أننا في قضية الميراث ننبه إلى أمر مهم: نحن لا نرى مانعا أن يهب الولد أخته أو أن يهب الرجل ماله لأخته. نحن نقرر حكما قرآنيا بأن القرآن يقول في قضية الميراث بالنسبة للذكر والأنثى في قضية العصبة، نحن نقول بأن الذكر يأخذ ضعف الأنثى. لكن لو تنازل الأخ بمحض رضاه عن نصيبه أو أراد أن يعطي أخته مثل ما يأخذ هو، لا حرج في ذلك في ميزان الشريعة الإسلامية. هذه الرؤية الثانية التي تدابر النصوص وتقف عند المصالح المتخيلة في أهوائهم هم فقط، لهم أيضا ميزات ولهم علامات. من خلال القراءة المتعددة لأفكار هؤلاء نجد أولا ضحالة الرصيد المعرفي في علوم الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة. كما أن المدرسة الحرفية أو الرؤية الحرفية للنصوص، وكما قلنا بأن كل من قرأ كتابا أو كتيبا يظن أنه فقيه ويظن أنه عالم، كذلك نجد هذا البعض أيضا لا معرفة له
بأعماق الشريعة الإسلامية ولا معرفة له بأسرار اللغة العربية. وبعدين نجد أن هؤلاء في الأعم الأغلب يميلون إلى أفكار وافدة خارجة عن هويتنا وعن ثقافتنا وعن عاداتنا وعن تقاليدنا، ونحن ينبغي أن نتمسك بهويتنا وبعاداتنا وبتقاليدنا. ما هي المبادئ أو المنطلقات التي ينطلق منها هذا الفريق؟ ينبغي أن نكون على ذكر من أن الفريق الأول هو فريق حرفي يتمسك بحرفية النص، وقد انتهينا منه. نحن الآن نتكلم عن فريق آخر يتمسك بمصلحة متخيلة في ذهنه ويريد أن يقضي على النص ويريد أن يدابر النص. ما هي المنطلقات لهذا الفريق؟ نجد أن المنطلق الأول عبادة العقل ومدابرة الوحي. كلما تتكلم هو يقول لك العقل العقل العقل، ونحن قلنا ونقول بأننا نعمل العقل، نعمل العقل في فهم النص. العقل له أن يفكر وأن يفكر في هذا النص وأن يستخرج الأسرار الربانية التي أودعها الله عز وجل في هذا النص، وأن يستخرج الأهداف والغايات والحكم والمقاصد. ولعل أبرز رد على هؤلاء أو على أولئك كلمة إمام التنوير في نظرهم الذي كثيرا ما يستندون إلى أقواله، محمد عبده يقول: العقل في حاجة إلى عون إلهي، لأن العقل لا يستطيع أن يستقل وحده بإدراك الأمور. العقول مختلفة والعقول قاصرة. ويعني المثال الأبرز قضية الإيمان، ولذلك محمد عبده يقول: على العقل أن يفكر طليقا من كل قيد، فإذا انتهى إلى غايته ووقف عند حده تولاه الإيمان. هناك قضايا غيبية لا يمكن للعقل أن يخترقها، لابد أن يأتي العون الإلهي، لابد أن يأتي الشرع الشريف. المصالح أيضا المستقبلية قد لا يدركها العقل، لابد من العون الإلهي. العقل قاصر، العقل ضعيف، هو يفكر ويعمل قدر طاقته، لكن لابد لهذا العقل من الإيمان ومن الشرع الشريف ومن العون الإلهي كما يقول محمد عبده. يبقى نحن كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي نعمل العقل في فهم الشرع. أولا العقل وظيفته الأولى في الإنسان معرفة الله، فكما يقول ابن الجوزي: نحن بالعقل عرفنا الله عز وجل، فلولا العقل ما آمنا. إذن نحن أدركنا وجود الخالق العظيم بالعقل، نحن أدركنا وجود أن لهذا الكون خالقا عظيما مدبرا حكيما بالعقل. وأدرك العقل أن هذا النص الإلهي القرآن الكريم جاء من الله، ثم يحاول العقل أن يفهم هذا النص الإلهي، ويتحول العقل بعد ذلك إلى تلميذ صغير يتلقى من الشرع. هو الأساس في فهم قضية الوجود، ثم بعد ذلك يتحول إلى أن بعد أن آمن بالله هذا العقل يتحول إلى تلميذ يتلقى من الشر. يبقى العقل لا يستقل بإدراك المصالح والمفاسد للناس، إنما لابد من الشارع الحكيم. وأنا لا أريد أن أدخل في بنيات الطريق وأن أتكلم عن
الفلسفات العديدة في القديم وفي الحديث التي حارت وما زالت في قضية المنفعة وفي قضية المصلحة التي تعود على الناس بالخير. اختلف الفلاسفة اختلافا كثيرا، وكلما ظنوه أنه منفعة وأنه مصلحة للناس جاء ما ينقضه في العصور التالية. أما الذي خلق الإنسان وهو الله عز وجل فهو وحده دون سواه الذي يعلم ما يصلح هذا الإنسان وما هو في مصلحة هذا الإنسان وما الذي يفسد هذا الإنسان، لأن الخالق العظيم هو أعلم بصنعته، أعلم بخلق الإنسان وما يصلحه. نحن عندما نذهب، ولله المثل الأعلى، عندما نذهب لنشتري جهازا من الأجهزة، فإننا عندما نشتري هذا الجهاز ونريد أن نتعرف عليه وعلى كيفية تشغيله وعلى ما يفسد هذا الجهاز وعلى ما يصلح هذا الجهاز، فإننا بلا شك نفتح الكتالوج، الكتالوج الذي تضعه الشركة أو المصنع الذي صنع هذا الجهاز. نحن عندما نشتري، أنت عندما تشتري موبايل جديد فإنك تفتح الكتالوج، فهذا الكتالوج يعرفك كيفية التعامل مع هذا الجهاز. وبالتالي الله عز وجل الخالق الحكيم هو أعطانا القرآن الكريم لكي نتعرف من خلال هذا القرآن على وظيفتنا في هذه الحياة وعلى الهدف الذي جاء الإنسان من أجله إلى هذه الحياة وعلى المصير الذي سوف ينتهي إليه الإنسان بعد أن يقضي مدة من الزمن في هذه الحياة. فهناك أسئلة كبرى حار الفلاسفة فيها منذ فجر الوجود، من أين وإلى أين ولماذا، من أين جاء الإنسان وإلى أين يصير الإنسان ولماذا جاء الإنسان. والجواب عن هذه الأسئلة بكلمة وجيزة جدا، لأن المقام لا يتسع، أن بداية الإنسان من الله وأن النهاية إلى الله وأن إلى ربك الرجعى، الرجوع إلى الله. ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ولم يقل لها اخرجي، إنما قال ارجعي لأنها جاءت منه وترجع إليه وتعود إليه. وجاء الإنسان إلى هذا الوجود، إلى هذه الحياة، ليقوم بوظيفة معرفة الله عز وجل وعبادته، وليقوم بتزكية نفسه، وليقوم بعمارة الأرض، بعمارة الكون. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. عمارة الكون فرض يجب علينا أن نقوم به، يجب علينا أن نعمر الكون، يجب علينا أن نعمر الكون بالعلم وبالمعرفة وبالعمل وبالإنتاج، ويجب علينا أن نستصلح هذه الأرض التي خلقنا الله عز وجل عليها. علينا أن نقوم في هذا الكون بكل علم نافع ينفع الإنسان وينفع المجتمع وينفع العالم. عندما ننشر العلم النافع في الأرض، أنت تكون بعد معرفتك بالله عز وجل، أنت تكون من عباد الله الصالحين، لأنك قمت بالوظيفة التي جاء أو التي خلقك الله عز وجل من أجلها. فالمنطلق الأول لهذا الفريق كما قلت، المنطلق الأول هو الاعتماد على العقل فقط دون استناد إلى الشرع الشريف. الأمر الثاني أو المنطلق الثاني، زعموا بأن عمر بن الخطاب عطل النصوص الشرعية نظرا لبعض المصالح. قال عمر علق سهم المؤلفة قلوبه، وعمر علق حد السرقة في عام المجاعة. ونحن يمكن أن ندفع الزعم الأول وهو تعليق سهم المؤلفة قلوبهم بأن عمر رضي الله عنه لم يعطل النص
ولم يعلق النص، وأن النص لم ينتهي أمده، لكن المحل قد ذهب، بمعنى أنه لم يوجد مؤلفة، أو لم يكن الإسلام في حاجة في عهد عمر إلى تأليف القلوب. ونحن نعلم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، أو بلغة آل الأصول المؤلفة اسم مشتق، وتعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق. العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هؤلاء النفر تأليف القلوب لكي يتقوى بهم الإسلام، وفي عهد عمر لم نكن في حاجة إلى هؤلاء النفر ولا إلى تأليف القلوب، فالنص باق، وعمر لم يعطل النص، ولا يجرؤ أحد كائنا من كان أن يعطل نصا أنزله الله عز وجل، إنما عمر فهم النص وفهم أن العلة لم تعد موجودة. والقاعدة الأصولية تقول بأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الأمر الثاني بأن قضية تعليق الحد في عام المجاعة، حد السرقة، فإن هذا الذي سرق أو الذي يسرق أو الذي يأخذ بالتعبير الدقيق في عام المجاعة ليس سارقا، لأن السارق هو الذي يأخذ ما لا حق له، أما الإنسان في عام المجاعة فإنه يأخذ ما له حق. ومن ثم فإن عمر لم يعلق النص، ومن هنا فإن هذه الأمور لابد أن تعود إلى سياسة الدولة، وتعود إلى أمن الوطن، وتعود إلى ما يقرره أولو الأمر في هذه القضية. المنطلق الثالث تقديم المصلحة على النص الشرعي أيا كان، ولو كان قطعيا في ثبوته وفي دلالته. فهؤلاء يقولون نحن لابد أن نقدم المصلحة على النص القطعي. نحن نقول المصلحة إذا كانت قطعية والنص إذا كان قطعيا، فإن المنطق العقلي يقول بأن القطعيات لا تتعارض، يعني لا يمكن أن تكون هناك مصلحة حقيقية قطعية تتعارض مع نص شرعي قطعي، بل يتوافق النص وتتوافق المصلحة. النص جاء من أجل تحقيق مصالح الناس، فكيف تتعارض هذه المصلحة مع هذا النص؟ المصلحة القطعية لا تتعارض مع النص القطعي. فالله عز وجل عندما حرم القتل وحرم الدماء كما جاء في القرآن الكريم، هذه نصوص قطعية، وكانت المصلحة قطعية، وهي مصلحة المحافظة على النفس الإنسانية. لا يمكن أن يتعارض النص القطعي مع المصلحة القطعية. أما المصلحة المظنونة والنص المظنون، هذا مجال اجتهاد للفقهاء والعلماء. المشكلة ليست هنا، المشكلة تكمن في مصالح وهمية في أذهان الناس أو في أذهان هذا الفريق، وهم يريدون أن يقضوا بهذه المصالح المتخيلة والموهومة، يريدون أن يدابروا النصوص أو أن يقضوا على نصوص الوحي الشريف. إذن نعود فنقول بأننا الآن وقفنا عند فريق حرفي يقف عند النصوص فقط لا يتجاوزها، وأريد أن أعود وأنبه إلى أن أكثر الجماعات المتطرفة تتبنى هذا النهج، تتبنى حرفية النص. هو يقرأ آية في القرآن الكريم دون أن يعرف سياقها، دون أن يعرف سبب نزولها، دون أن يعرف الغاية منها،
دون أن يعرف المقصد منها، ثم يأخذها وينشر أحكاما تضيع فيها البلاد وتضيع فيها العباد. أضرب لذلك مثلا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهؤلاء يقولون بأن كثير من الدول لا تحكم بالقرآن الكريم، إذن هي دول كافرة، وإذن المجتمع مجتمع كافر، ونرى القتل ونرى التفجيرات ونرى التدمير من هذا التكفير الذي حكموا به. ولو أننا عدنا إلى هذا النص القرآني نجد أن إمام المفسرين ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، نجد في هذه الآية كما يذكر ابن كثير وكما يذكر الطبري في تفسيره، نجد أنه يقول: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. نجد أن ابن عباس رضي الله عنه يقول: كفر دون كفر. ما معنى كفر دون كفر؟ معنى ذلك أن الذي يترك الحكم بما أنزل الله جاحدا مستهزئا ساخرا هذا هو الذي يكفر. أما الذي يترك الحكم بما أنزل الله مع اعتقادي حقية القرآن ومع اعتقادي حقية الإسلام، لكن الظروف ولكن الضرورات، ونحن نعرف أن الشريعة الإسلامية تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات، ونحن نعرف القاعدة الشرعية التي تقول بأن الضرورة كما تعتري الفرد فإنها تعتري الأمم وتعتري الدول. هناك ضرورات تجعل أن الدولة ربما لا تطبق بعض الأحكام الشرعية لظروف طارئة عليه. ثم هناك آية في القرآن الكريم تقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فالذين يقومون على أمر البلاد الإسلامية يصلون ويعرفون الله عز وجل، ونحن لنا الظاهر وليس لنا الباطن، يعني لسنا مأمورين أن ننقب عن بطون الناس، لسنا مأمورين أن نفتش عن قلوب الناس، نحن لنا الظاهر أن هؤلاء يشهدون الشهادتين، ولنا الظاهر أن هؤلاء يصلون ويلجؤون إلى الله عز وجل ويعرفون الله عز وجل. فالإسلام ثابت لولاة الأمر في بلادنا بيقين. المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع مؤمن مسلم، ففي مصر مثلا تعلو الشعائر الدينية والمساجد، والناس يصومون رمضان ويذهبون إلى الحج، والناس يخرجون الزكوات ويخرجون الصدقات، والناس يعلون شعائر الله. إذن هذا مجتمع إسلامي، ولا نلتفت إلى أن هذا المجتمع مجتمع كافر ومجتمع زنديق ومجتمع خارج عن الشريعة الإسلامية، إنما هؤلاء هم الذين يحكمون بذلك لمآرب أخرى نحن جميعا على علم بها. وهكذا الحرفيون ينبغي أيها الدعاة أيها المثقفون أيها المسلمون أن يكون لدينا زاد من علوم الشريعة الإسلامية، وأن ندرس أصول الفقه، وأن ندرس قواعد الفقه، وأن ندرس ضوابط الفقه، وأن ندرس مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن ندرس كما قلت في الحلقة الأولى فقه المآلات، وأن ندرس فقه الموازنات، وأن ندرس فقه الأولويات، وأن ندرس فقه المصالح، وأن ندرس فقه السنن في المجتمع وفي النفس الإنسانية. بغير هذه العلوم التي تكون الإنسان فقها وفكرا يحدث الضلال، ويضل الناس بسبب كلمات تخرج كما قلت من أنصاف متعلمين، فإنها تهدم المجتمعات. على الشاطئ الآخر فريق ثاني كما قلت يريد أن يطرح النصوص ويريد أن يدابر النصوص
ويريد أن يتمسك بالمصلحة. يا أخي نحن أيضا مستمسكون بالمصلحة، لكن ما الفارق الدقيق؟ الفارق الدقيق أن المصلحة التي نحن نتمسك بها هي المصلحة التي لا تتعارض مع القرآن الكريم، ولا تتعارض مع السنة النبوية، ولا تتعارض مع القياس، ولا تتعارض مع العقول المستقيمة. أما المصالح المتخيلة والأهواء التي يظنها الناس أنها مصالح، فهذه بمبعدة عن الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لا تقر أبدا المصالح الموهومة التي تتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية. فهناك ناس يرون المصلحة في أن يشرب الخمر، مصلحة الخمر عنده أنها يعني تعدل المزاج، وأنها تجعله منشرحا وتجعله فرحا وتجعله مبسوطا. لكن هذه مصلحة موهومة، هذه مصلحة متخيلة. هناك ناس تظن أن المصلحة في أن يأكل حقوق الآخرين وأن يعتدي على مال الناس. هناك من يرى أن المصلحة ألا يخرج زكاة المال، لأن ماله ينقص، وكيف يعطي إنسانا فقيرا، لماذا يعطي؟ وهناك من يرى مصلحة ومصلحة ومصلحة ومصلحة. وأنا كما قلت بأن الناس متفاوتون في عقولهم، ومتفاوتون في أهوائهم، ومتفاوتون في ملذاتهم، وكل يريد أن يحقق المصلحة التي يراها هو في نفسه فقط، دون أن تكون في الحقيقة مصالح. إذن نحن الآن فريق حرفي ينبغي ألا نلتفت إليه، لأن هذا يجر الولاء والبلاء على المجتمعات، ويضيق على الناس ما أنزله الله عز وجل رحمة للناس وتيسيرا على الناس. وهناك فريق آخر يريد أن يهدم الثوابت، ويريد أن يقضي على القطعيات، ويريد أن يأتي بمصالح موهومة تحل هذه المصالح محل الدين أو محل الشريعة المنزلة. نحن لا نلتفت لا إلى هؤلاء ولا نلتفت إلى أولئك، نحن نستمسك بالنهج الوسط. من نهج الوسط بين الرؤيتين؟ أن نستمسك بالنص وأن نستمسك بالمقصد. هذا النهج الوسط هو ما عليه الأزهر الشريف وعليه وزارة الأوقاف. فوزارة الأوقاف تنشر نهجا مستقيما ومنهجا تجديديا، تريد أن تزيل الغبار عن الشريعة الإسلامية، أو عن فهم البعض لأحكام الشريعة الإسلامية. موعدنا في حلقة قادمة عن هذا النهج الوسط بين النصوص وبين المقاصد، ونستمسك بالنص ونستمسك بالمقصد. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.